أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم الدبلوماسية، ونركز في هذه الحلقة على قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير مع ضيفنا الذي لا يحتاج إلى تعريف، الأستاذ جمال بشير مدير قناة ملوك النيل. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. ما أهمية نهر النيل في تعزيز التكامل الإقليمي للدول المشاطئة؟ طبعا نحن كالآن خاصة في هذا الزمن صار عالم يعني جزء لا يتجزأ طبعاً. من كل ناحية، والنيل خاصة نهر النيل والذي نسميه نحن نهر أباي بمعنى العظيم وبمعنى الكبير، وهذا النهر يتدفق أو ينبع من رحم إثيوبيا، ولا بد للعالم أن يعرف ذلك، لأن الإعلام الذي يعني استطاع أن يتوغل في العالم بحيث أن يمثل أن النيل كله مصر يعني ومصر هو النيل غير صحيح. لابد أن نعرف ونبدأ من هذا أن إثيوبيا نهر النيل ينبع من هناك. نعم، يعني تتعجب مثلا من يعني بعض الناس في أستراليا مثلا، في حتى على مستوى المدارس أحيانا يعطون الطالب يعني خطأ، علامة خطأ عندما يجيب أن النيل يبدأ من أثيوبيا، يعني حتى المدرسين لهذه الدرجة. فلذلك حتى مثلا على مستوى العرب وجدت بعض الإعلام يحضر دكاترة يتحدثون على أن النيل يبدأ من فيكتوريا الذي ليس له يعني أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإثيوبيا، لأن يوغندا ليست على حدود أثيوبيا، فلا تمثل لمصر ولا للسودان إلا 10 إلى 15%، ومع هذا يظنون أن النيل هو ما يأتي من فيكتوريا فقط، ويتحدثون على أن إثيوبيا تعرض لهذا النيل يعني من وصوله إلى مصر. فهذا المفهوم لابد أن يصحح. إثيوبيا دولة حبيسة ليس فقط من البحر بل من النهر أيضا، لا توجد نهر تدخل إلى إثيوبيا، لا يوجد نهر في العالم. إثيوبيا كلها من هضباتها ومن جبالها ومن أراضيها تنبع، وكذلك من سمائها تخرج ما يقارب من 80 إلى 90% من نهر النيل الأزرق الذي يصل إلى مصر، وكله من أثيوبيا. لابد أن نبدأ من هذا المفهوم، ثم بعد ذلك نعطي لهذه الدولة الاحترام الذي تستحقه، يعني ثم بعد ذلك نبدأ كجوار، لأن هناك مفهوم عالمي الآن يتداول، الفرق كبير جدا بين ما يسمى النهر الدولي والنهر العابر للحدود، ونهرنا عابر للحدود وليس نهر يعني دولي على مفهوم المتعارف الجديد في الاتفاقيات الجديدة في 1997 في الاتفاقيات التي عملتها الأمم المتحدة مثلا. إذن كل هذه الاتفاقيات التي حصلت هناك تصحيح لكل المفاهيم التي كانت من قبل، ومن ذلك أن هذه الأنهار الموجودة في أثيوبيا تعتبر الأنهار العابرة للحدود، لأنها ليست يعني تأتي وتشترك فيها أي دولة، إنما تنبع من أراضي إثيوبيا وتخرج من رحمها. فلذلك لا بد لأثيوبيا من إحقاق الحق في هذا الموضوع وإثبات أحقيتها لهذا النهر، خاصة عندما نأتي من مسألة الاستفادة. إذن نتحدث بعد ذلك، هل هناك يعني مشاريع تضر بالجيران أم لا؟ هل هناك أمور ربما يمكن أن تتفضل به إثيوبيا يعني مثلا كرما للآخرين حتى ولو على حساب شعبها؟ هذا أمر يرجع لأثيوبيا، لكن لابد أن نثبت
هذه الأمور الأساسيات. ثم بعد ذلك ننطلق إلى السؤال الذي طرحته، وهو أن هذا النهر يجمعنا، وهذا النهر يمكن أن نتفق فيه وأن ننميه مع بعض. الآن نجد مثلا بحيرة طانة الذي يمثل يعني حجما كبيرا من حيث الحفاظ لهذه الأنهار من كل الجهة ثم إخراجها إلى السودان ومصر، لكنه الآن يتحداه يعني تتحداه النباتات الآكلة لهذه المياه. ومن الذي يطهر ومن الذي يشتغل عليه؟ هم أهل إثيوبيا فقط. ولو تم يعني التعاون الفعلي مع السودان ومع مصر لتطهير هذه البحيرة من هذه النباتات المضرة للمياه لوفرنا الكثير من المياه. وكذلك إثيوبيا تشتغل مثلا في التشجير، وذلك يعني معروف يعني أن هذه الأشجار تأتي بفائدة إنزال الأمطار واتزان الأجواء في داخل إثيوبيا، لأن الأشجار إذا قطعت بسبب عدم وجود الطاقة ثم الناس يستخدمونه للوقود أو للاستنارة به أو غير ذلك، فهذا أو للاحتطاب به للطبخ وكذا، فهذا يعني البلد يتحول إلى الصحراء، ثم لا يمكن أن ننتظر مطر، ثم أيضا يأتي سلبا على الأنهار، هذا معروف جدا. فلذلك مصر والسودان عليهما أن يتفهما هذا الموضوع جيدا ليتحدثوا بعد ذلك كيف فعلا، هل هما يتعاونان أم لا. ثم بعد ذلك اليد طبعا من ناحية إثيوبيا ممدودة منذ البداية، حتى عندما أردنا بناء السد استشرنا السودان، ثم مثلا على مستوى أيضا مصر حسني مبارك وغيره، وسمعنا ما ردوا في ذلك الوقت: سنقطع أيديكم إذا بنيتم سدا أو شيء من هذه القبيلة. إذن الآن ولى هذا الزمن المتعالي، ولا بد من التعاون. ونحن ما نسمعه الآن من مصر من استفادة المياه الذي وصل إليها بطريقة صحيحة، وهذا يقلل الطمع المتزايد على حساب إثيوبيا. ثم بعد ذلك النفوس ترجع الآن إلى التعاون والاعتراف بحقوق الآخرين. طبعا يا أستاذ، أفدت وأجدت في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول منبع نهر النيل. ماذا سيقدم سد النهضة الإثيوبي لدولة المنبع ولدولة المصب حال الانتهاء من بنائه؟ العالم كله يعرف أن إثيوبيا وضعها الاقتصادي متردي جدا عندما نقارنها بين دول العالم، وهي مثلها ومثل الدول المنابع أيضا لهذه الأنهار. فإذا ذكرت 6 دول فقراء من بين هذه المتشاطئة من الدول لهذه الأنهار، إثيوبيا واحدة منها. يعني كأنها هي على النهر ولم تستفد من هذا النهر، لا من حيث الطاقة ولا الزراعة ولا كذا. وهذا يرجع لأسباب كثيرة، لكن من الأسباب الواضحة أيضا الصراعات الخارجية التي لا تريد أن تنهض إثيوبيا وتستفيد من هذه الأنهار وتشغلها بأشياء كثيرة جدا وهي في غنى عنها. فلذلك يعني الآن إثيوبيا أفاقت، الآن خرجت من مما هي فيه من الغفلة، فالآن بنت هذا السد وبدأت فيه، والحمد لله وصلت إلى الملء الثالث يعني الذي ننتظره قريبا. فهذا يعني إخراج الناس من الظلمات، لأن شعب أثيوبيا يعيش 60% منهم إلى الآن في ظلام دامس، يعني يوقدون نعم ويطبخون بالحطب، وإلى الآن مما يرجع سلبا إلى صحتهم في الرئة وفي القلب وفي العين وفي غيره. ثم أيضا الطاقة عندما لم تكن موجودة، مستشفيات، حتى المدارس الآن صارت كلها عالم ديجيتال، ما يسمى كلها إلكترونية. فلذلك عدم وجود الطاقة معنى ذلك إضافة في فقر يعني مدقع. فلا بد
لأثيوبيا أن تنهض، ثم هذا السد طبعا يرجع ليس فقط من ناحية الطاقة الكهربائية فقط، وإنما الطاقة سيأتي بنتائج منها، يعني كل أمور تصير صناعية. الآن المصانع تحتاج إلى طاقة كبيرة جدا، حتى الاستثمارات الخارجي تحتاج إلى الطاقة، وإلا سترجع دون أن تفيد البلد. فلذلك نحن الآن على أبواب بإذن الله مفتوحة كبيرة جدا مع الآخرين بالتعاون للاستفادة من الطاقة، ثم النهضة بأثيوبيا. طبعا إثيوبيا تبني هذا المشروع التنموي للاستفادة منه بدون إلحاق الضرر على دول المصب، وما هو مصدر قلق مصر حيال استخدام إثيوبيا مشروعها التنموي؟ مصدر قلق خاصة للجهة المصرية هي أمور بنتها على يعني مفاهيم خاطئة التي تحدثنا عنها. مثلا على مستوى السياسة، هناك دستور ينص في مصر على أن مياه النيل لهم كلهم، فلذا المساس به خط أحمر. هذا كلام يعني غريب، يعني في هذا العالم الذي نحن نعيش فيه والجغرافية معروفة، والأنهار هذه تنبع من أثيوبيا، وتقول لها أن هذا النهر الذي عندك خط أحمر، هذا كلام غير صحيح. يعني فلذلك نبدأ من هذا الكلام، أن هذا النيل نشترك فيه، المياه لنا جميعا، لا ينبغي أن نسمي ونحن في مصر نقول مياه مصر. مياه مصر إذا كانوا يعنون فيه ما وصل إليهم فهذا ما فيه مشكلة، لكن إذا كانوا يتحدثون عن المياه الموجودة في داخل وأراضي إثيوبيا فهذا غير صحيح. أولا إذا نبدأ في مسألة الاشتراك والعمل معا والتنموية والتنمية معا، إذا كان الكلام هذا يعني لديهم يعني لابد أن يصحح. إذن فمصدر القلق هو يعني هناك أمور هم جعلوها ثابتة، أن هذه المياه لهم لا يشترك فيها أحد، لابد أن تصل إلى كذا كذا مثلا، أرقام محددة لا علاقة لأثيوبيا فيها، 55.5، هذه أرقام لم توافق عليها أثيوبيا ولا تعرفها أصلا، لأن هذا الرقم وضع ما بين مصر والسودان، حتى لم يستشيروا إثيوبيا التي ينبع منها هذه الأنهار، لم يقولوا لها كم تحتاج أنت. إذن هذا بينهم يعني، فلذلك ما وضعوه هم يعني يتساءلوا فيما بينهما. لأثيوبيا فقط الاستفادة من هذا النهر الموجود عندها بما لا يعني يشكل خطرا أو ضررا جسيما، حسب يعني طبعا حتى نكون دقيقين في ما وضع من الدساتير العالمية المعروفة، مع أن هذه طبعا معاهدات لم توقع عليها لا مصر ولا السودان ولا أثيوبيا، لكن يجب احترامها، يعني خاصة في حال النزاع ستأتي هذه المسألة وكل سيفتش من هذا. فلذلك نقول قلق مصر لا أساس له، مبني على مفاهيم خاطئة، مبني على مفاهيم خاطئة وعلى أمور غيبيات يعني متوقعة. مثلا يقول لك طيب الآن ما في مشكلة لأن في فيضانات وكذا ولذلك ما في ضرر، وماذا إذا جاء مثلا وقت الجفاف؟ نحن نسألهم، إذا جاء وقت الجفاف معنى ذلك الجفاف يبدأ في أثيوبيا، يعني الجفاف يبدأ من أثيوبيا، إذن الدولة المتضررة كيف يتوقعون منها أن تعطيهم ما ليس لديهم؟ يعني هذا المطر بيد الله عز وجل، فإذا نزل يعني يذهب إلى كلنا، ولكن إذا جف سنجف معا، وإذا جاء وقت الجفاف نحن أحق بالسؤال عن مصر، لأن التخزين عندها أكثر، لأنها يعني تخزن يعني ما يقارب 162 مليار متر مكعب أمام سد العالي، إذن عندها أهل احتياط أكبر، يعني كما يقول بعض الخبراء عندهم هذا المخزون في السد العالي ممكن أن ينفع مصر كاحتياط لسبع سنين غالبا. طبعا نحن حسب ما درسنا في القرآن وكذا الجفاف عوام الجفاف هي سبع سنين، إذا سبع سنين مثلا إذا جاءت جفاف أو كذا
معنى ذلك مصر عندها احتياط، لكن الآن تطالب إثيوبيا بعدم تخزين المياه لئلا يكون لها احتياط، فهذا كلام غير منطقي أصلا. وإثيوبيا عندها فقط ما يقارب 40 مليار متر مكعب خلف في بحيرة طانا، لا توجد غيرها. معنى ذلك فإذا أضيف إليها 74 مليار متر مكعب ستصبح أقل ما خزنته أيضا مصر. إذن فمطالبة مصر في وقت الجفاف ستعطيني يا إثيوبيا كذا وكذا أيضا خرافة، يعني شيء غريب جدا، يعني لا يمكن أن يعني يقول به أحد. فلذلك إثيوبيا لها أن تتعهد، حتى لو لم تتعهد العالم كله سيقاضيها إذا ألحقت بمصر والسودان ضررا جسيما. هناك محاكم دولية من سترجع، وكذلك مثلا الآن في مسألة تدويل القضية مصر أخذت القضية إلى مجلس الأمن مرتين في خلال السنة الماضية مرتين، لكن لماذا لم تستطع أن تقنع مجلس الأمن؟ لأن ما تطرحه من الأمور ليس له أساس، يعني خاصة عندما نأتي في أمن المياه وأمن وجفاف وكذا، هذه الجفاف وكذا هذه كلها يعني لا تملكها إثيوبيا، فإذا جاء الجفاف معناته سيتضرر الجميع، وليس في يد إثيوبيا ما تعطيه في حال الجفاف. طبعا نسمع من النشطاء المصريين أن الملء في الملء الأول مصر ستتعرض للجفاف، وفي الملء الثاني أيضا في يعني ضوضاء إعلامية، وفي الملء الثالث أيضا الآن سيبدأون، ولكن ما رأينا في الملء الثالث الجفاف في الملء الثاني ولا في الملء الأول، ما رأينا أي ضرر الذي جاء من صد النهضة الإثيوبية الكبير. بالمناسبة ليس فقط عدم الجفاف، لا بل أكبر من ذلك، يعني مصر أهدرت السنة الماضية والتي قبلها، يعني خلال سنتين ثلاث سنين من 2019 إلى 2021 في كل سنة ما يقارب 30 مليار متر مكعب يذهب إلى بحر المتوسط. هاب أن إثيوبيا فشلت في الملء كما يقولون، جيد، إذن كم فشلت؟ إذا قالت 4.9 وفشلت وعبت مثلا واحدة أو اثنين، أو مثلا قلنا في الثانية فشلنا من ملء 13 مليار متر مكعب وعملنا ماذا 3 أو 4 أو 5، ما في مشكلة، لكن التي ذهبت إلى بحر المتوسط 30 مليار متر مكعب في كل سنة في ثلاث سنين، يعني 90 مليار متر مكعب، فهمت؟ إذن يعني كيف تدعي مصر من الجفاف لا في الملء الأول والثاني؟ وهذا ليس مني أنا، هذه من خبرائهم هم، ونستطيع أن نذكر الاسم مثلا الدكتور محمد حافظ من كولولامبور وهو مصري خبير السدود يتحدث بهذا وصراحة في الجزيرة وغيرها، يقول أن ما أهدرته مصر في خلال ثلاث سنين يقارب 100 مليار متر مكعب مع ما يتبخر من المياه من السد العالي لوجوده في مكان مسطح يعني حار جدا. إذن لابد أن تراجع مصر كل هذا، وهذا يعني معروف. فلذلك ادعاء مصر بأن إثيوبيا ملؤها لا ملء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا إلى آخره يعني يضر بنا، فهذا أيضا كلام لا أساس له من الصحة. طبعا الملء الثالث ولا الثالث لا يضرها يعني. أبدا. لماذا تعنت المصري في المفاوضات مع أن إثيوبيا تتفاوض بحسن نية في كل السنوات الماضية؟ طبعا في إثيوبيا ومصر ليس لها حدود، حدودنا مع السودان، وإثيوبيا مع ذلك تتفاوض معها بحسن نية، ولماذا هي تعنت المصري في المفاوضات؟ والله ما فهمته أنا، يعني أن مصر تعتقد أنها هي الوصي لأفريقيا وأنها هي التي تستطيع أن تسيطر على كل شيء سياسة واقتصادا وكذا وكذا، وهي تريد أن تكون يعني الأول في الرقم في كل شيء. فمجيء إثيوبيا اقتصاديا ونهضة وكذلك أيضا مشاركة أيضا في بيع الكهرباء، لأنه هذا أيضا موضوع مهم جدا، يعني إثيوبيا إذا أنتجت من هذا السد ما يقارب 6000 ميجاوات واستفادت منها مثلا 1000 أو 2000 ميجاوات والباقي سيعرض للبيع مثلا،
فمصر لديها من الطاقة الاحتياطي ما يقارب 25,000 ميجاوات أو أكثر من ذلك، فهي الآن تبحث من يشتري هذه الكهرباء، وإلى الآن لم تجد. فلذلك منافسة إثيوبيا لها في هذا المجال يعتبر بالنسبة لها خطير. هذه مسألة ما يذكرها الكثير، لكن هذه مما عرفناه من الواقع. والأمر الثاني كما قلنا في دساتيرهم وفي أيضا إعلامهم وفي ساستهم، جذب الناس إلى أنفسهم وإلى سياساتهم هو صار يعني موضوع النيل، يعني كأنه موضوع تنافس لهم، وكذلك تقديم أنفسهم على أنهم عبقريين، فهذا غير صحيح أيضا. لأن يعني أن الشعب عندما يعلم بالحقيقة، هم قالوا مثلا أن هذا السد يعني لا يمكن أن يقوم ومصر يعني موجودة مثلا، وعملوا مناورات باسم نسور النيل الأول والنسور الثانية وثم حماة النيل، كل هذه كانت اشترت لهم بعض التعاطف في البداية، لكن بعد ذلك كلها اندثرت، ذهبت، صارت خلاص ما في شيء. فالآن بدأ الشعب يطالب أين هذه الطائرات التي رأيناها، كنا نظن أنها ستذهب وتضرب السد. هذا هو ما يعني جعلوا الناس يعتقد في هذا الموضوع. فلذلك كل هذه سياسات شراء على العواطف، ثم فلذلك هم كأنهم يستخدمون الناس، يعني يستخدمون سد النهضة شماعة لبعض فشلهم في داخل يعني البلد، وأحيانا لفت أنظار الناس إلى يعني من موضوع معين لهذا. هذا ما يفعلون لا شيء. لماذا لم تحسم اتفاقيات إعلان المبادئ نقاط الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة؟ في نظري أن هذا الاتفاق الإطاري هو أولا اتفاقية شاملة، يعني مضمونه، يعني عندما ترى تلاحظ مضمونه كله يرجع إلى إدخال الفنيين أكثر واستخدام الفنيين في هذه المسألة أكثر، وهذا لضمان عدم إلحاق الضرر بالدولتين أو بدولتي المصب، هذا هو غرضه. لكن الآن حول لأنه فضفاض، يقول التعاون، مبدأ التعاون، مبدأ مثلا عدم إلحاق الضرر وحسن النية، كلها فضفاضة. فلذلك يمكن للإنسان الذي يريد أن يمارس سياسة في هذا، ليس يعني مشروع، وليس لا يعامل هذا السد كمشروع تنموي، يستطيع أن يتلاعب بهذه النصوص كما يشاء. فلذلك إثيوبيا تريد أن ترجع مفهوم هذه النصوص إلى نصابها وإلى صوابها، وهو أن غرض اتفاقية المبادئ هو يعني ضمان لدولتي المصب بأن لا تلحق إثيوبيا أي ضرر لهذه الدول، وهذه معاهدة من إثيوبيا على عدم إلحاق الضرر فقط لا غير. أما الأمور الباقية تترك لأصحاب الفن في هذا الموضوع. عندما تلاحظ مثلا عندما جاءوا في البداية للنظر في هذا السد وكيفية عمله وكيفية عمليته أيضا وكيف سيعمل بعد ذلك، يعني موضوع التشغيل وكذا، عكف كثير من المهندسين والعارفين بالسدود أمثال بروفيسور سيف الدين حمد رئيس وفد الفني للسودان، فهؤلاء أقروا بأن هذا السد لم يبنى مثله في هذه المنطقة، يعني مبني على طراز أحدث، يعني طراز وأفضل يعني مما بنيت عليه سد العالي مثلا. سد العالي له 50 أو أكثر سنة يعني مما بني، يعني على عهد قديم جدا، والآن أمور تطورت. فلذلك إثيوبيا بنت هذا السد على أحدث، واستخدمت من الشركات المرموقة معروفة، بنت سدود لم يسبق أن سمعنا منها أي خلل. مثلا شركة ساليني الإيطالية بنت في إثيوبيا ما يقارب سبع سدود، هذه السدود لم يلحق بها شيئا، لم نسمع شيئا عنها،
يعني من الانهيار ولا الخلل ولا كذا. لماذا هذا السد ينهار؟ إذن كلام غريب جدا. وهناك 50 سد في العالم لم ينهر منه واحد، يعني واحد منه. وكذلك الآن كما قلت شركة ساليني بنت في الأردن 2، وبنت في أفريقيا، وبنت في إيطاليا 2 أيضا، وسدود كثيرة جدا على يد هذه الشركة. لماذا هذا السد فقط يعني يزحزح ينهار يهبط وكذا؟ كل هذه خرافات وكلام لا أساس لها من الصحة. لذلك الفنيون أقروا واتفقوا على كذا وكذا، فإذا ملأت إثيوبيا خلال 7 سنين لن نتضرر، أقروا بذلك وإثيوبيا تعمل على هذا. ومصر وقعت على مثل هذه الوثائق في أمريكا من أول وهلة، يعني وقعت على هذه الأشياء. إثيوبيا هي التي لم توقع. إذن إثيوبيا لم توافق ولم توقع لمسألة واحدة فقط، وهي ما يسمونه بالحصص التاريخية والحصص الثابتة لهم التي اتفقوا عليها ما بين السودان ومصر. والآن أرادوا أن يدخلوا هذا الموضوع بقليل من التنازل في مسألة الحصص. في هذا الوقت قالت إثيوبيا الحصص لا أملكها، الحصص للجميع، حتى يعني دول متشاطئة على هذه الأنهار، وعلى أيضا ما تسمى بدول المتشاطئة على النيل، كل هؤلاء الأنهار في أفريقيا لابد أن تتفق، مثل ما بدأت في عنتيبي في 2010. إذن إما أن يحصل باتفاق معهم في مسألة التقاسم، وإلا لا يذكر أي شيء يتعلق بالحصص والتقاسم. هذا فقط يعني ما تعترض عليه إثيوبيا. طبعا هذا المشروع هو مشروع تنموي شارك فيه جميع الإثيوبيون بغض النظر عن فئاتهم العمرية وعن معتقداتهم وعن اختلاف سياساتهم. ومع ذلك حل من مصلحة مصر التدخل في الصراع الداخلي لإثيوبيا؟ وهل يؤثر النزاع الإثيوبي على بناء سد النهضة؟ هذا هو المشكلة. مصر قامت أصلا بالتفرقة بين الإثيوبيين واحتواء المعارضة، يعني وظنت إلى الآن، عاشت عليه 70 سنة، فلذلك وظنت أن هذا الموضوع سيستمر. لم تتوقع أبدا أن هناك حاكم يأتي يضبط هذه المسألة، لكن الآن جاء وقته، وبدأ الحاكم يعني يحتوي حتى المعارضة ويعطي حتى المناصب ومشتركة، وبدأ البلد يعود إلى رشده. فلذلك صعب التدخل وتقسيم الناس ثم إشغال البلد بالحرب. إثيوبيا صارت الآن حتى مع أنها مشغولة ببعض الحروب، ومع هذا استطاعت أن تتماسك في أجزائها الأخرى وتبني. فلذلك الآن لا سبيل بعد هذا لأن تستمر مصر أو السودان في تفرقة ثم على حساب ما يقال أو حسب مقولة فرق تسد. هذا الباب خلاص موسد الآن، مغلق، لا يمكن أن يفتح هذا الباب إن شاء الله في أثيوبيا، لأن الشعب انتفض ونهض وعرف يعني مشكلته من قبل. كانوا من قبل يدخلون على يعني عن طريق أديان مثلا يفرقون، أو يضعون بعض المواضيع التي تمنع الناس من استفادة هذا النهر. هذه كلها الآن عرفة، إذا عرف المشاكل بعد هذا يمكن تفاضيه، يعني الآن الآن صار الناس يتفادون هذه المشاكل وبدأوا يعملون معا. فلذلك باب التفرقة وباب إشغال الناس بالحروب يعني في داخل أثيوبيا نتمنى أنه ولا يعني. طبعا المشروع هو مشروع وطني وليس مشروع لحزب معين. نعم. أنت مثلا يعني كنت في الستات ودافعت عن هذه القضية كثيرا، وكما غيرك يعني من المغتربين يدافعون عن هذه القضية. كيف تقيم جحود المغتربين الإثيوبيين في الدفاع عن قضية سد النهضة الإثيوبية الكبير؟ نعم، المغتربين أمثالي كما هو معلوم، عندما كانت الحكومة ليست تحتوي الآخرين، فيعني كثير منا كان
يعني متوجس يعني من دعم بلده بكل طاقته، وكان يعني كلنا كنا ضعاف. لكن عندما شعر الناس أن هناك حكومة بدأت تشارك الناس جميعا، وشعرنا أن فعلا الأحزاب الحاكمة في داخل البلاد وبما فيها من الاختلافات وكذا تريد أن تبني في داخل البلد، فحينئذ الشعب أيضا نهض معها وقام معها. فلذلك أنا فقط في يعني في قناتي ملوك النيل استطعت أن أجمع فقط في خلال 15 يوم ما يقارب 1.5 مليون دولار. يعني فهذا يعتبر يعني أن المغتربين الآن فقط يحتاجون إلى الطرق السليمة والطرق المضمونة لإيصال مساعداتهم لبلادهم لسد النهضة وغيرها وكذا. فلذلك الآن يعني ما تراه مثلا المشاركة في مظاهرات مثلا في حال أن إحدى الدول أرادت مثلا الضغط على إثيوبيا مثلا، أو وضع قيود، أو مثلا أو أي شيء مثلا يتعلق بإثيوبيا مما يضر بمصلحة الإثيوبيين، الإثيوبيون صاروا الآن يقومون ما شاء الله معا. معنى ذلك أنهم يعني دائما قلوبهم مع بلادهم. فلذلك هذا كحال كل الناس، يعني كل الناس بطبيعتها تحب البلاد، فقط تحتاج إلى قيادة رشيدة يستطيع أن يستفيد منها. طبعا هذه الحلقة هي حلقة جذابة ونحتاج أن نوسعها، ولكن يضاهمنا الزمن. إذا كان عندك كلمة أخيرة حول الموضوع ممكن تلقينا. نعم، كما بدأنا في البداية العالم الآن صارت كرة واحدة، يعني كل واحد يتواصل مع الآخرين، ولابد من استفادة من هذا التواصل لأجل المنفعة فقط، ليس الإضرار أو أخذ قدر أكبر على حساب الآخرين. والسودان ومصر لابد أن يتفهموا يعني حاجة البلد إلى سد النهضة وما ينتج عنه من الطاقة وغيرها للنهضة بشعبه، وهذا يعني لا يجسم أبدا أي خطر ولا ضرر لهما بإذن الله تعالى. ونهر النيل كبير جدا، يعني يستطيع أن يستفيد منه كلنا. فهذه يعني وصيتي للإخوة. ولكن بالنسبة لنا كإثيوبيين علينا أن نعلم أن نهضتنا بيدنا، لا يمكن أحد أن يعطينا. فلذلك لابد أن نستغل كل مواردنا الطبيعية بغض النظر عن المضايقات الخارجية والداخلية، ونستمر في نهضتنا. وهذا ما أتمناه. وأشكر أيضا قناة OBN على إتاحة لنا فرصة مثل هذه المداخلة، وشكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الأعزاء، هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم لحسن المتابعة، وأشكر أستاذنا الجليل لحسن المتابعة.